السلسلة اللي واضح انكم ما راح تملوا منها اي وقت قريب. وبس حابة اقول دام هذه المقاطع تعجبكم ليش ما تشتركون؟ اوكي واضح انه من اخر مرة قصص حياتي قاسية كانت مرة ضحك. لماذا حياتي قاسية اميرات قوس قزح؟ قبل سنتين 60,000 مشاهدة. اوكي انا صراحة مو مطمنة. اوه طيب. اه بطني اوه. اوه ماي جاد كم واحد ما اجمل اطفال. انت كيف كذا ولدت من دون مستشفى؟ لو هناك لون ليس من قوس قزح وردي. بسم الله كبروا. ايش بهم يكبروا على طول كذا؟ ماما احبك. يما انا اكرهك. لا تناديني ماما ناديني سيدتي. الله تستطيعين المشي. كلها نفس الشكل والوان مختلفه ما شاء الله. ذهبت مع الغبيه. ما يصير كلام شخصيتين بنفس الوقت. ماذا فعلتي هذا؟ انا اكرهك. من انت وتقولين هذا الكلام؟ اول شيء انت وهي اقبح اثنتان في الدنيا. بعد شهر واحد شهر واحد بالتاريخ الهجري ميلادي ما ندري. وركت اشياء. اختي سمعت اكوا حفله اليوم ليل تذهبي معها. وماذا عن سيدتي؟ سوالف. كل نفس الشعار الذي شكلها مسكينه تنظف خدامه. لا عليك انا ادبرها. حلو بطيح ولا اقع يمشون. حلو يلا نوصل قرابه الاسبوع الجاي نوصل للمكان. ان اروح اقول ماما عليها. وات؟ ان اروح اقول ماما عليها. اختي ارتدي هذا مو اختي. تعالي اشس ور شعرك. اشس ور. ما ايش مالك؟ لسه الخط مره كبير. هيا نذهب. اوكي يترقصون. واو كتابه 100% قصه 100% شخصيات 100%. ايش كنت تسوين؟ كنت في حفله. لا 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 انا اعلمك. يجب ان انقذ اختي. اختي ابنتي حبيبه. اسمها حبيبه ولا ابنتي حبيبتي؟ ابنتي حبيبه شكلها اسمها حبيبه. الله ايش هالضرب اللي ودتها المستشفى. وين اسمها جوش؟ وين صورت؟ ماتت. ماذا؟ اوكي قصة ثانية. لماذا حياتي قاسية؟ قصة لارا ولورا. كم انهما جميلتان. معك حق. لماذا لورا لا تضحك؟ بشكل شيء وقف ستوب التسجيل. وبعد ان عاد الى المنزل كانت الصدمة. او نو كيف تقول ان ابنتي لا تشعر؟ ابنتنا لا تشعر؟ وبعد 5 سنوات من هذا الخبر ولم يقولوا لورا شيئا. ولارا ايضا لم تكن تعرف لكن لاحظت تصرفات لورا الغريبة. يا لورا. شعرها اشبه شعري شوية؟ شوية شو النقطة؟ تعالي والعب معه. أرجوك يا لارا اتركيني. راحت على طول. حلو قاعدة. أمي. نعم حبيبتي. لماذا أختي لا تلعب معي؟ الأم. أظن يا لارا أن هذا الوقت أن تعرفي الحقيقة. إن أختك لا تحس ولا تشعر لكن أرجوك. أرجوك. لا تخبريها مهما حصل. ليش؟ هي ما تحس. إيش بيصير لها مثلا؟ حتزعل؟ ما تحس. وبعد سنتين في سجلة في مدرسة. انظري إلى تلك الفتاة إنها قبيحة فلنضربها. أوه شوفي ورده قبيحة تعالي بكسها بوكس. خذي هذه عيتها الحمقاء. ما عندها مشاعر عادي. رمى عليها تفاحة. تفاحة بقت بالهواء سبحان الله. قاعد تهرب. وأصبحت لورا غير محبوبة من الناس. كانت حياتها صعبة وقاسية. وبعد أن كبرت شاجرة لارا ولورا وحدث هذا. أنت حقا بلا مشاعر ولا إحساس. تبكي. في هذه اللحظة أحست لورا وقررت الهروب. أحست بإيش بس أحست؟ أوه لازم حركات أقص شعر لما زعل. يتبع. نو يتبع. إيش راح يصير؟ وين حلقة وين الجزء الثاني؟ وين الجزء الثاني؟ وين الجزء الثاني؟ إيما إيما بس تتركيني كذا يا إيما. إيما وين الجزء الثاني يا إيما؟ إيما 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 يا إيما وين الجزء الثاني؟ فين إيما؟ قصة كاملة بعنوان لماذا حياتي قاسية؟ طقطقة. أوكي طقطقة دقيقة ونص خلينا نشوف يا رب يكون نفس ذيك القصة الهبلة اللي دمت عليها. أوه لا أصدق هناك فتاتان جميلتان. طيب صلعان. بابا 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 ابعتي عني أيتها الغبية. سوف تكوني خدامة يا غبي. بنتي انضرب ماذا سوف افعل؟ الاملاء اسوأ من هذيك البنت الثانية. اوه ماي جاد ايش السيارة ايش ها؟ منت منت. انا احد حراس الملك والملكة ان ابنتهم ضايعة منذ الولادة. وي 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 ابنتهم ضايعة منذ الولادة ويريدون فصيلة دم من كل اطفال المدينة. فصيلة دم؟ حسن لقد انتهيت اليوم التالي سوف نراه من هي ابنة الملك والملكة. لقد عدت. ايش قاعد يصير؟ حلو بنت الملكة هي انت تعالي القصر عند والديك. ماذا؟ ابي امي كل شغلة انا سويتها. ايتها الغبية ماذا؟ اسجنوهم. هكذا انسجنت عائلة. بس عائلة ما ندري عائلة مين. وحصلت الفتاة على عائلتها الحقيقية. النهاية. قصة كاملة بعنوان لماذا حياتي قاسية؟ طقطقة وربي. مرحبا انا اسمي مرحبا انا اسمي مدري. اليوم سوف احكي قصتي القاسية. قصة قاسية. استمتع بوضوع اللايك واشترك لكي تصبح حياتي غير قاسية. بسم الله الرحمن الرحيم. او لا سوف انادي الطبيبة. هلو مبروك انها فتاة سوف اذهب للنادي الاب. ايتها الطبيبة كيف حالها جاهزة انها بخير مرة بسرعة. ماذا فتاة خذي هذا. ما ببي انا تستحقين هذه المرة القادمة لا تولديك فتاة. كيف تفعلون هذا بابنتكم؟ اسكتي انت مطرودة. لا انا اسفة. ما هيا نذهب يا زوجي. دود بعد ساعتين. لماذا حياتي قاسية؟ فجأة طلع على شعر. واو اصبح لدي شعر واستطيع المشي اخيرا. هيا سوف تعملين خادمة.
لكني ولدت قبل ساعتين. اسكتي يا أبيه. حسنا شو هذا بشر نفسي. ما تقرأ كذا. غدا سوف تذهبين للمدرسة. حقا ياي. اسكتي ولا أقتلك العياذ بالله. في المدرسة باليوم التالي. يا طلاب اليوم هنا فتاة جديدة. أوه ماي جاد كأنه حفل تنكري. مرحبا اسمي مدري وعمري 3 أيام من هوايتي المشي وتطلع الشمس. طلاب سوف أذهب للحمام وأعود. لماذا تطردين يا سينباي؟ ماذا تفعلين يا غبية؟ انتهت صداقتنا. ما كنت أصحاب. لا أنا أحبك سينباي. بعد أن تعالجت. لماذا حياتي قاسية؟ أو لا ما أدري لماذا تبكين؟ لا تخاف أنا لا أبكي. ماذا تريد؟ ما أدري هل تريدين الزواج بي؟ أجل أظافره يا النهاية. شوفوا أظافره. واو هذا أظافره ولا سكاكين؟ أحس داخل مستحم من 10 شهور. يا ود خلينا نشوف شيء من هديل. أنتوا تحبون هديل وهديل مرة أشياء حلوة وتضحك رهيبة بس خلينا نجرب. هديل يا هديل. أوكي خلينا نشوف من أشهر شيء. رمضان الحياة حلوة قصص جاتشا كلاب جاتشا لاين. آه ليش ما فيكتوني؟ بسم الله أول فرن ما في راس يما بس أو ماي جاد تحريك لطيف. هديل باقي دقيقة على الأذان. الله أجواء لطيفة مرة كيوت. I love this so much. قومي على السحور هديل. قومي على السحور. قام على السحور باقي شوي أذن. شب 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 خارق برضه مع شب شب. ليش مش شوية تطير مع سيد بطاطا برضه مع سيد بطاطا. بلهذي بكل حلقة نفس الكلام سيد بطاطا. مرة ثانية تعذر التشغيل. اها طالعك مستنى. اوكي مو كل مرة عاد. او ماي جاد يا شدم رجولها. قومي على السحور كسرتي ظهري. خلاص اتركيها بلا اكل. هي كان رمضان تسوي نفس الشيء. اتركيها وخلينا ندخل ناكل قبل لا ياذن. دود ذس از سو كيوت. وينها هديل؟ ليش ما جبتوها؟ مثل كل رمضان نومها مثل نوم الكوالا. لما تنام راح تصحى الا لو تريد. حملتها من غرفتها للممر وظهري يوجعني كثير والمشكلة انه ما فاقت. خلاص اتركوها لو تريد تاكل كانت قامت من زمان. تعالوا كلوا قبل ما ياذن. يو 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 ايوه 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 يو يو. أو الله الله الو عندنا كوالا رقم 2 هناك بعد ربع ساعة. قوم اشرب ماء بياذن بعد دقيقة. هذا صدق يعني صدق. قوم اشرب ماء قوم اشرب ماء. ليش ما فيكتوني يا السحور؟ اوه نو اعتقد اني كثرت ماء لاني احس نفسي حوض سمك. اوه نو حمام. المعاناة قبل الافطار. المعاناة قصة يلا عاد حتى انا اكل. انا اصلا اكثر من مرة اتريق على اكل جات جاتشا لايف وانا اصلا ما اعرف اقرا. انا تاكو جيعانه شاورما والمشكله برجر انه ان ستيك باقي طحن اندومي 3 ساعات حساء على ما ادري اكل افطار رمضان ولمعه. اخ شما تفيكي تستاهلي كل شيء بيصير لك بسبب عنادك. يلا قومي ساعدينا بالاكل. قومي سوي سمبوسه صنع عادي الحياه حلوه. ايموجي يضحك يضحك يضحك. ايموجي لابس قبعه. ايموجي مهرج. دحيش تايم لمدى حياتي قاسيه. الفيديو عريض بزياده اكثر من العاده ولا جوده رهيبه. ايوه 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 حلو حلو حلو. اللي بعد يا سلام يا سلام بسرعه اسمع كلام الشخصيات. اوه يتكلمون. نو واي نو واي حيكون شيء رهيب. كلامهما جميلتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قرشني صبر كان عالي بذني. اوكي اوكي عيد عيد. اوكي برضو مرة عالي. نعم نعم ايوه ايوه. انتقالات. تعدي عني يا قبيحة. لا تتحدثي هكذا فهي ابنتك. فسافري لمدة 10 سنوات. سأشاق إليك يا أبي. سأشاق إليك يا أبي. كذا سيتم التنمر علي من طرف أمي وأختي ويعاملون كالخادمة. سمسم التنمر علي من طرف أمي وخادمة. يا نضربها لأن عينيها مختلفتين. هائي 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 لماذا حياتي قاسية. الزوم ما ادري وين يحاول يورينا. نظف كل منزل. قد انهيت من التنظيف. لقد انهيت من التنظيف. والخبر السيء يا امي. سبسب. فلديك الحق في التحدث يا انت. ابوكم مات في حادث الطائره. نو واضح واضح الحزن على وجوههم. لا اصبح صديقتين. نعم اكيد أصدقائي للأبد. أها أيوه. تنسدح بالأرض؟ استلقيتي على الأرض لأنني أحضرنك. استلقيتي نفسي كي تضربوني. جهزت على الضرب. بسم الله. قصة جديدة بعنوان لقد دمرتم حياتي كلها. دراما كوميديا حماس مترجمة. هل يعني القصة اصلا مو عربي او شيء ولا ايش يعني مترجمة؟ قصص جاتشا لايف. انا صراحة مرسوم بطريقة حلوة يعني صراحة يا رسمة حلوة. باك ستابر 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 اه
ترجمة انجليزي والعربي. متعوبة لا يعني ما شاء الله. عجبا، انا اشعر بالجوع الشديد ولا يوجد شيء لا اكله. مهلا اللحظة، لماذا لا اتهنم وجبة خفيفة تسد جوعي؟ يا لها من فكرة جيدة. اين تلك الشوكولا؟ اين هي تلك الشوكولا؟ لقد وضعتها هنا ليلة البارحة. هي عندها جنب؟ ها هي ذا. الان سوف ابحث عن العصير. عصير مع شوكولا؟ ها هو ذا. الان سوف اذهب لغرفتي لكي اكل. اوكي هذا مو عصير، هذا لايك مشروب. I don't know. بوم. مشت تحت الساعة. سبحان الله، لماذا أشعر أن هناك أحد هنا؟ أنا هنا. هذا اسم هنا؟ Let's go هنا. ماركوس، ما الذي تفعله هنا؟ ما الذي ترتديه؟ أشوف بواصل. الجواب واضح، هذا لأنني أريد الطعام الذي معك، لأنني أنا وأخي جائعون. هذا مستحيل، لن أسمح لكم بأخذ طعامي، فأنتما تفعلني هذا دوما. أوه حقا؟ لوكاس هيا فتعطينا هذا الطعام الآن. هذا مستحيل، لن أعطيكم شيئا أيها ال هي أنت عادي لعصيري. واه ول هذا يكفي، صعمت مما تفعلونه بي كل يوم. دود ايش التنمر؟ مسكين وبعطيها؟ ولا ليش؟ لقد صعمت من وجودي هنا، دائما ما يتنمران علي اخوي ويعذباني ويأخذان طعامي. طفح الكيل. يس وريهم. حسب الذنب؟ هي ميا، ماذا تريد؟ لقد جئت لكي اعتذر منك عما كنا نفعله انا ولوكاس معك طول تلك السنين. واو سبحان الله، بدا حسب الذنب. طول السنين؟ ولقد كنت سوف اشرب عصيرك لكنني فكرت بك واتيت لكي اعيده لك. انا ايضا اسفه، لا اصدق انك قد اعتذرت مني لأول مرة. ها أنا هنا. يا صاح لقد أفزعتنا، لا تدخلي الغرفة هكذا مرة أخرى. بما أني قد سمعت بكائك من بعيد قررت تعويضك بلوح شوكولا جديد. شكرا جزيلا لكما، أنتما الأفضل. أوه. لقد كانوا فقط يستغلاني للمتعة، فهم لن يغيروا أسلوبهم قط. حسنا إذا، بعد أن فكرنا أنا ولوكاس قررنا أن تخ أوقف عن الرقص يا هذا. حاضر. عموما بعد أن فكرنا أنا ولوكاس قررنا أن نعاملك بسوء مرة أخرى. شكرا لكما لأنكم سوف تغيرون أسلوبكم معي، هذا يعني للكثير. قال ورقية بعد اصبطاك لكما، أريد أن أشرب قهوتي بسلام. ليش عندها جنب؟ ولا هذه لسكت جروح؟ مو طبيعي، ليش عندها جنب؟ مو فاهمة أنا. دم تنضحك المظلة الصغيرة. Oh my God. يا شقيقي عدت القهوة الساخنة، تعالوا لكي تشربوا. في شيء. كيف تجعلين على ضربي بهذا الشكل؟ كاد يغمى علي من الخوف بسببك. تاني وشاني كنت امزح معك فقط. والله البنت ما شاء الله كم مرة رسمت فوقها ومظللتها، والله بمشوار. أيها الخائن، لم أتوقع هذا منك، كيف تصاحب أحد غيري؟ حبيبي هذه أخته. جيسيكا انتظري، يمكنني أن أشرح. جيسيكا. ما الذي حدث لها؟ كيف تجرئين على؟ صدقني لم أكن أعلم أن هذا سيحدث. واو. طخ. أردت إخبارك أنني آسفة على ما حدث بالمدرسة، أرجوك سامحني. جيسيكا أخيرا وجدتك. ماذا تريد الآن؟ أنا آسف لأنني جعلتك تبكين ليلة البارحة، أما بالنسبة لتلك الفتاة فهي أختي الحمقاء لا أكثر. أنا أيضا آسفة لأنني أسأت الظن بك. واو سامحتك. نايمة؟ يا في النوم في الحديقة يمكن، والله ما أدري. إذا أنت سبب ما حدث ليلة الأمس ها؟ وأنت كنت تتنمرين على صديقي كثيرا قبل مجيئي إلى هنا. مهلا أنا لم أكن أتنمر عليه، إنه يكتب صدقيني. شدها. هل رفعتي صوتك علي للتو؟ أو ماي جاد أعوذ بالله. ماذا تقولين؟ دعيني وشأني. طخ. الله الله الو. شيش. هذا ما تستحقينه أيتها الفاشلة. أم دراما ليش عصبية؟ عندها مشكلة غضب. دود أنجر إيشيوز. نشفت الدم. اعتذر لها؟ دفتها؟ ربطتها؟ اوكي هربت؟ كلهم حكوا عليها؟ ها 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 ها. اوو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 و
سمعت مية وجعلت الناس تضحك عليها. توقفوا عن الضحك علي أيها الحثالة لما أطيقكم البتة. شين صار وين؟ ما نفهم إيش قاعد يصير. مرة كثير ناس جدد. هذاك الأخول يمكن وين؟ وش قاعد يصير؟ هاي دافع عنها أحد يدافع عنها. أوه أحد يدافع عنها أخيرا مسح دمها. أطلع لزقة. أتمنى أنهم لم يصيبوك بمكروه. شكرا لك. إذا ما رأيك بأن نصبح صديقين؟ آه حسنا موافقة. حتساعد أخيرا. رائع أخيرا حصلت على صديق. قطة خضراء. قاعدة مع بعض ذكريات واستمتعوا شافوا فيلم راح المطر. كي واحدة عجبت فيه بدينا. كي هو مرة متجزز منها وهي بتموت عليه. ابتعدي عنا يا تهل قذرة لا أريد رؤية وجهك ثانية مفهوم؟ شيش طيب قلها معليش آسف يعني ما. أردت إخبارك وأنني كنت أستغل مية لا أكثر لأجل محاولة قتلها فهي فتاة غبية. أعرف ذلك فأنت صديقة طفولتي ولن أسمح لأحد بأن يصاحبك. ألو إيش اللي صار فجأة انقلب؟ مية أرجوك انتظري أستطيع أن أشرح. توقعتها من جميع الناس لكن لم أتوقعها منك أيها الخائن. مية أرجوك لا تذهبي أنا آسف.